أسعد الله وقتكم مشاهدين ومتابعين، يسعد صباحكم دائما من شاشة التلفزيون الفجر الجديد، دائما الحاضر معكم مباشرة في كل مكان، وفي هذه أو في هذا الصباح المميز والرائع جدا وتحت رعاية سماحة الشيخ يوسف الدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية. اليوم في مدينة طول كرم تعقد ورشة عمل بعنوان وداع حجاج بيت الله الحرام، أحكام الحج وأداب، تعليمات خاصة لحجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة طول كرم. هناك الكلمات التي ألقيت في هذه المناسبة المميزة في وداع حجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة طول كرم بحضور نائب محافظة طول كرم مصطفى تقاطقة وممثلين عن المؤسسات الأمنية والأجهزة المدنية والمدنية من المؤسسات الأهلية كمان من محافظة طول كرم. مشاهدي متابعينا راح نكون معكم في بث حي مباشر مع الزملاء من وراء الكاميرا براء عمر وعلاء الجلاد في التصوير وإسماعيل بلعاوي من البث المباشر ومني أنا منتصر عناني في استقراء الرحلة الإيمانية إلى الديار الحجازية. نلتقي مع الحاج. يسعد صباحك. وهبي رشيد عمار كفين، أهلا وسهلا فيك. يعني تعليمات اليوم في ورشة عمل حول أحكام الحج وأدابه، يعني كيف الاستفادة من هذه الورشة؟ إحنا قبل كل شيء الحمد لله رب العالمين، بنقول الحمد لله الذي قدر بهذا هاي الإرشادات اللي قامت بهاي الندوة حاليا، يعني عرفتنا على أشياء إحنا ما بنعرفهاش، كيف النظام هناك، كيف سير الحج، كيف احنا معاملتنا مع الناس، مع المجتمع، مع الحجاج كلياتهم، وهذا هو. يعني استفدتوا من هذه الارشادات؟ الحمد لله رب العالمين طبعا. وكيف التحضيرات بالنسبه للسفر بشكل عام؟ احنا متوجهين لبيت الله الحرام بنيه صافيه وكل شيء تمام الحمد لله رب العالمين، ما في عندنا اي مشكله نهائيا. يعني كانت الأوقاف معكم أول بأول في كل التعليمات وأيضا في أي شيء جديد يخص الحجاج؟ إن شاء الله رب العالمين تبقى الأوقاف عند حسن ظننا إن شاء الله. شكرا لك وألف مبروك. بارك ألف الله مبروك. طيب نكمل معكم مشاهدين ومتابعينا في بث مباشر من قاعة ليلتي في وداع حجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة طول كرم. من وين حضرتك؟ من كفين. أهلا وسهلا فيك. يعني كيف اليوم الورشة والتحضيرات لهذه الرحلة الإيمانية؟ الحمد لله رب العالمين، هذه فرحة العمر، يعني جوزنا أولادنا، بنينا دور، نجح أولادنا، مثل هذه الفرحة ما في، هاي فرحة الأمور. صرنا 4 سنين بنقدم، ما صدقنا على الله. أول مرة يا حج؟ أي نعم أول مرة الحمد طيب لله. حج يعني شو بتوجه رسائل لحجاج بيت الله الحرام أثناء الذهاب إلى الديار الحجازية؟ يعني بتختلف هذه الرحلة عن الرحلة؟ شو بوجه لهم؟ يعني إنه الواحد رايح على بلاد النبي، على الكعبة، رايح يطوف، رايح يسعى، مش لازم يعمل مناكرات مع الناس، مش يعني مش لازم يضيع حجته على الفاضي، ويتحمل يصبر. طيب احنا بنقول لك الف مبروك يا حج، وتروح ترجع بالسلام ان شاء الله. الله يسلمك. اذا حجاج بيت الله الحرام، تفضل حج. بنشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله لانه ساعدنا. شكرا لك. 4 سنين سلم بنقدم ونحن بنشكره كثير. شكرا لك حج مبارك، كل التحية لرئيس دولة الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ولكل اللي بتابعونا دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. ألف مبروك يا حجي. أهلين، الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. يعني الابتسامة كبيرة وواضحة ما شاء الله. الله يرضى عليك، الله يخلي ولادك، والله فرحنا. الحمد لله. من وين حضرتك؟ احنا من كفين. أهلا وسهلا فيك. كيف استعدادك لهالرحلة؟ الحمد لله رب العالمين، الله ينطيها لكل واحد مشتيها إن شاء الله. وكيف اليوم الإرشادات اللي كانت ما شاء الله استفدتوا منها؟ صلى على النبي. الحمد لله. انتوا مين طالع حجي؟ انا وجوزي. طيب شو بتقول للحجاج في هذا اليوم؟ ان شاء الله الله بردهم سالمين والله يقدمهم اللي فيه الخير، وان شاء الله الله بتكبل منهم احسن كل من كل شيء، والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله انه خير. مبروك يا حج، الف مبروك، الف مبروك. طيب اذا دائما متواصلين معكم في بث حي مباشر من قاعه ليلتي حيث وداع حجاج بيت الله الحرام مع ايضا احكام الحج وادابه. مرحبا يا حج. 100 مرحبا فيك. الف مبروك اول شيء. الله يبارك فيك. من وين حضرتك؟ من عزبه شوف. اهلا وسهلا فيك. شو كيف اليوم الورشه بالنسبه لاحكام الحج وادابه وتعليمات الحج كيف كانت؟ والله ان شاء الله ممتازه، منيحه، استفدتوا منها؟ توجيهات ممتازه كثير. نعم. وبتوعي الحاج وبتفرجي ايش يتصرف وشي. كيف الهمه والاستعداد؟ الهمه ممتازه، ممتازه. فرحه الرحله اليمنيه كيف حاجة؟ والله انه متشوكين لا بعد الحدود، بتعرف كل انسان بنشد لهذه الديار. نعم. لان هاي فرصه العمر. فرصه العمر لن تتكرر كمان. نعم. وبكرر الواحد ان شاء الله. ان شاء الله والله انه حظ كان سعيد، في ناس قدموا بجوز من 5-6 سنين وحظوظ، بتعرف انا السنه قدمت بفضل الله، بعد شهر شهر ونص لهم بيتصلوا علي بيقولوا لي طلعت لك الحجي.
مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. مبروك تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك ودريمك. شكرا لك. إذا دائما متواصلين. مرحبا يا حجي. أهلا يا قلبي. مبارك. الله يبارك فيك. يعني مبين الفرحة والابتسامة إلى الرحلة اليمنية. شو بتقول فيها اليوم يا حجي؟ الحمد لله، الله يطعم لنا كل ما اشتهى. طيب بالنسبة للتعليمات اللي أخذتوها هلا قبل شوي في الورشة كيف؟ استفدتوا منها كثير؟ الحمد لله. ما كنتوش تعرفوا هاي الأمور أصلا؟ لا لا بعرفش لا من مرة يعني ما بعرف. حجي شو بتقول للحجاج اللي مسافرين؟ شو بتقولي لهم؟ لأنه هاي في مشاق سفر ورحلة طويلة، شو بتحكي لهم؟ إن شاء الله، الله يا رب يقدر كل واحد يروح ويجي سالمين، يا الله. وألف مبروك يا حجي، بالسلامة، بالسلامة إن شاء الله. إذا مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معاكم دائما الرحلة الإيمانية إلى ديار الحجازية في بث حي ومباشر عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. أول شيء ألف ألف مبروك. الله يبارك يا حج، يعني تنطبق عليك حج هلا. طيب حج، يعني اليوم أخذتوا تعليمات وإرشادات بالنسبة قبل خروجكم للديار الحجازية. كيف هالوصف واستفادة من هذه الورشة وأيضا رحلتكم الإيمانية المميزة والخاصة؟ إن شاء الله نتبع التعليمات اللي شرحوها وتكون رحلة إيمانية صحيحة ونأدي المناسك المطلوبة منا إن شاء الله. قد إيش صلك بتقدم؟ مرة واحدة. المرة الأولى واجهت لك المرة الأولى؟ سبحان الله يعني. سبحان الله. طيب شو بتقول للحجاج بيت الله الحرام أيضا اللي متوجهين لبيت الله الحرام؟ الصبر أهم شيء، الصبر ويتحمل المشاق، لأن رحلة الحج هي مشاق، فالأجر على قد المشقة، وإن شاء الله أنها بتكون في بصبر بنون الحج الواحد. احنا بنقول لك الف مبروك، الف مبروك يا حج، الف مبروك، تروح ترجع بالسلامه. طيب مشاهدينا ومتابعينا عقبال الجميع يا رب، دائما مع حجاج بيت الله الحرام. بنتواصل معكم في هذه التغطيه المباشره عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد. مرحبا. علينا حج صغير انت. الحمد لله. الله يسلمك. طيب شو من وين حضرتك؟ من بلعه. من بلعه. مع مين طالع؟ مع امي ان شاء الله. مع امك. الله يخليكم يا رب وتروح ترجع بالسلامه. الله يخليك. طيب يعني لأول مرة بتقدم؟ أول مرة الحج قدمت والحمد لله طلع عنا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كيف استعدادكم لهالرحلة؟ لا الحمد لله كله تمام إن شاء الله، وشربنا بهدي البال وبعطيها للجميع إن شاء الله تعالى. كيف الهمة؟ عالي جدا الحمد لله رب العالمين. أكيد تنشد الهمة بتكون عالي جدا خاصة إلى رحلة الحج. طيب كيف كانت الورشة والإرشادات اليوم تعليمات وزارة كويس الأوقات؟ كويس ما شاء الله الحمد لله، يعني استفدنا شيء منيح منها، يعني بالنسبة للصحة اللي حكى عنها وفي الإرشادات في المناسك برضو والقادم عظم إن شاء الله تعالى. طب والدتك سن كبير ولا كيف؟ يعني 63 بعرف شفت. الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب. أنت كيف هسه لما يكون شباب بيختلف عن لما يكون كبير يتوجه للدين؟ الكل يعني الكل حكوا إنه كشاب الواحد بيقدر يؤدي المناسك إنه غير عن العمر يعني. نعم. بدأ جهود عالي وبدأ جهود متفاقم يعني مشان الواحد يقدر يكون بالمناسك المطلوبة هناك. إن شاء الله ربنا بيقدرنا عليها ونقوم بواجبنا مع الحج ومع غيره الأخرى. الله يكرمكم إن شاء الله. مبارك سلف. الله يبارك فيك يا رب. شكرا. طيب إذا مشاهدي متابعينا بنكمل معكم في بث حي مباشر عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد في هذه الأجواء الإيمانية والاستعداد لهذه الرحلة قبل الانطلاق في ورشة إرشادات من وزارة الأوقاف اليوم لكافة حجاج أبناء محافظة طول كرم. يسعد صباحك وألف مبروك يا حج. الله يبارك فيك ويرضى عليكم جميعا. يعني أنا عمري ما شفت ابتسامة زي الابتسامة اليوم. الله يرضى عنك إن شاء الله. كيف هالاستعداد؟ الحمد لله والله من فضل رب العالمين هذا كله يا توصي. قد إيش صلك بتقدم لها ولا أول مرة؟ هاي ثاني مرة. ثاني مرة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مع الحج؟ مع الحج إن شاء الله. إن شاء الله. كيف أجواء الإرشادات؟ الحمد لله والله استفدنا كثير من هالإرشادات هذه يعني استفدنا كثير من هالإرشادات كانت يعني بمحلها يعني في شغلات كثير ما كنتوا تعرفوها في طبعا في شغلات كثير ما كنا نعرفها وهسه الحمد لله عرفناها وإن شاء الله بنقوم في أجر شو بتوجه رسالة للحجاج؟ إنه الحجاج يروحوا بروح إيمانية تحمل تحمل وصبر هذا الشيء. نعم ان شاء الله ان شاء الله. مبارك ان شاء الله. يبارك الله يبارك. مبارك. طيب بنكمل معاكم دائما في هذه الاجواء والرحله الايمانيه المسبقه دائما. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. مبروك يا حج. الله يبارك فيك ربنا. شو الهمه عاليه ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو استفدتوا من الورشه اليوم تبع التعليمات؟ الحمد لله رب العالمين. كيف كانت اشياء جديده ما بتعرفوهاش كمان؟ لا يعني الحمد لله ماشي الوضع تمام الحمد لله. انت مين طالع يا حج؟ انا وحجته. كم مره قدمتوا؟ هاي صار 4 سنين صرنا ما نقدم. 4 سنين.
وبالاخير راح تخطف الثمار. الحمد لله اليوم. الحمد لله رب العالمين وذلك الفضل من الله. الحمد لله والف مبارك يا حاج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. روح ترجع بالسلامة. الله يسلمك ربنا. الله يسلمك. اذا دائما مع اجواء الحج مبارك لكل حجاجنا من ابناء محافظة طول كرم في هذه الاجواء المميزة والاستعداد لهذه الرحلة الإيمانية. مرشد ايضا في هذه الرحلة الإيمانية، يعني كدورك كمرشد للحجاج في ظل غياب يعني معرفة الحجاج بمناسك الحج، يعني دورك كمرشد. دور المرشد ان شاء الله على نتبع تعليمات الوزارة في توجيهاتها، وجنب الامس بمسجد عبد الناصر بقيام بواجبنا بارشاد مناسك الحج للاحرام للدعوة، اعطاهم دروس دينية، وان شاء الله الله بعيننا ننجح هذا الموسم ونكون على قد الاماني اللي حملنا لها. شكر موجه للوزير دعيس، جزاه الله خير انه يعني ربنا يسر لنا ان نطلع الارشاد، وان شاء الله نكون عقد الامانه ان شاء الله. مبارك ويعطيكم الصحه والعافيه. حج ختام الف مبروك سلف. الله يبارك فيك. الله يسعدك. يعني حج اليوم كان في هناك ورشه لارشادات وتعليمات من وزاره الاوقاف لحجاج بيت الحرام، لانه هناك ايضا في غياب عن معرفه الحجاج خاصه اللي بيغادروا لاول مره الى ديار الحجاز. اكيد هالورشه كانت مفيده واعطت معلومات خاصه للي اول مره لا طلع عمره ولا حج، فكان لها فائده كبرى، اعطتنا معلومات، نورت الحجاج عن المناسك، عن المحظورات، عن الأشياء المسموحة، وعطتنا يعني كيف نؤدي المناسك وكيف الإنسان يذهب بنية طيبة وصافية وأن يترك كل ملذات الدنيا ويتجه بنية صافية إلى وجه الله تعالى، لأنه هو ذاهب لأداء هذا الفريضة بالعمر مرة. وأكم سنة عانينا لحتى وصلنا لهاي اللحظة؟ ثلاث مرات. والحمد لله حالفنا الحظ السنة وكنا من بين المسافرين إلى الحاج. نتمنى من رب العالمين أن نؤدي هاي المناسك لجميع حجاج فلسطين والحجاج المسلمين بنية صادقة، وإن شاء الله بصحة وعافية وعودة كريمة إلى أرض الوطن سالمين غانمين بدون أي نقصان ان شاء الله. مبروك يا حجي. الله مبروك فيك. حجي. الله يسعدك. اذا مشاهدينا ومتابعينا دائما من شاشه التلفزيون الفجر الجديد، نلتقي مع حجاج بيت الله الحرام من ابناء محافظه طول كرم في هذا اليوم في بث حي مباشر من هذه الشاشه. يعني اليوم اول شيء الف مبروك يا حج سلف. الله يبارك فيك ويبارك في عمرك وعقبالك ان شاء الله. الله يسلمك جميعا ان شاء الله. اليوم ورشه وتعليمات اليوم من وزاره الاوقاف، يعني الاستفاده من هذه الورشه. نعم، لا الحمد لله استفدنا كثير منها. اول شيء احنا بنقول بنحمد ربنا والحمد لله رب العالمين انه ربنا اكرمنا في الحج هذا العام، واحنا يعني طلعنا ضمن القرعة بشكل عادي وطبيعي، ويعني كنا مخلصين النية وحابين نطلع، والحمد لله ربنا اكرمنا. اول مره بتقدم الحج؟ طبعا لا والله قدمت مره قبل هذه. نعم. والسنه هي الحمد لله ربنا اكرمنا يعني بشكل عادي وطبيعي، بقينا يعني مش كثير متاملين، والحمد لله رب العالمين ان ربنا اكرمنا بها. طيب شو بتتوقع انت كحاج لاول مره، يعني صفات الحاج كيف لازم تكون؟ يعني هو صفات الحاج هي لازم تكون نفس صفات المسلم في كل وقت. نعم. هو حج من ما يبلغ إلى مماته يجب أن تكون هي نفس الصفات. ورحلة السفر أيضا؟ رحلة السفر هي بده يكون يعني عنده جلد واستعداد وتحمل إلها، لأنه السفر يسفر عقول الرجال، فبالتالي بده يكون قديش يقدر يتحمل، لأنه هذا فعلا إشي مهم. وعادة الناس بتبين يعني في هذه المواقف، يعني مواقف السفر والتعامل مع الناس، و يعني هاي شوي فيها صعوبة، والبني آدم المفروض أنه يتحملها بما أنه هو رايح لهدف أسمى، ويعني ركن من أهم الأركان، ركن من أركان الإسلام وحلم كل مسلم. نعم. وحققنا وإن شاء الله أنا بنحقق وبنوصل هناك وسالمين وبنرجع سالمين، وبندعو لأصحابنا كلهم ولحبايبنا وللأسرة، وندعو ونترحم على الشهداء، ونوصل ربنا يقدرنا أن نوصل هاي الرسالة لكل إنسان مسلم غير فلسطيني ما بيعرفش شيء عن فلسطين، نعرفه شو فلسطين ومعنى فلسطين ووجودنا بفلسطين ومعاناتنا في هذا البلد. إن شاء الله إنه بنكون سفراء يعني جيدين وعلى قد مسؤولية الحمل.
احنا نقول لك الف مبروك يا حاج سلف ان شاء الله. يبارك في عمرك ويخليك. شكرا لك. اذا مشاهدي متابعينا بنكمل معكم في هذه التغطيه المباشره مباشره من شاشه تلفزيون الفجر الجديد في هذا اليوم وفق تعليمات وارشادات من وزاره الاوقاف. الف مبروك بدايه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. يعني حاج سلف الله يبارك فيك منتصر حبيبي. الله يخليك الف مبروك سيدي. الله يبارك فيك. يعني احنا بث حي مباشر من شاشه الفجر الجديد، يعني اليوم تعليمات وارشادات من وزاره الاوقاف، يعني الاستفاده من هذه التعليمات بشكل عام. والله ما شاء الله يعني الشباب ما قصروش، الجميع كان ما شاء الله يعني كله تمام يعني، واحنا في امور يعني احنا اول مره نسمعها يعني، ما انا صحيح انا عمرات لكن الحج يعني اول مره، وان شاء الله يعني انه نكون قدر المسؤوليه ان شاء الله. انت كحج يعني وراح تنطلق للديار الحجازيه، هذه فرحه مز اي فرحه، لكن شو بتوجه رساله للحجاج بيت الحرام وهم متوجهين؟ اكيد في صعوبات وفي ايضا مشاق سفر. والله انا بصراحه يعني انا اول شيء بدعو الجميع الحجاج وبدعو نفسي اولا انه اولا احنا نلتزم بالحج وبمراسم الحج، ونتمنى انه الحجاج جميعا يكونوا يعني هادين وواعيين وقد المسؤوليه، ما يعصبوش ما يجادلوش، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا احنا يعني الواحد يتمنى انه الله يتقبل منا، هذا كل الواحد بيتمناه ان شاء الله. مبروك ودعواتكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا ان شاء الله. اذا سعد صباحك يا حجي، الف مبروك سلام. الله يبارك فيك يخلي عمرك. مبسوطة يا حجي؟ اه والله الحمد لله. أول مرة؟ اه أول مرة حجي. أول مرة آه. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. شو استفدتوا من الإرشادات والتعليمات اليوم؟ اللي فهمنا يعني الواحد رايح على الحج بده يعرف تعليماته ومناسك الحج. طبعًا, طبعًا طبعًا طبعًا. طب كيف يعني كيف الرحلة بشكل عام؟ أحلى رحلة في العالم؟ اه إن شاء الله إنها أحلى رحلة بوجودكم. الله يسعدك. شو بدك تدعي لنا هناك يا حجي؟ والله دعوي ان شاء الله انها تنش لك من كل شد ان شاء الله حجي. مبارك يا حجي. الله يبارك فيك. الله طيب يبارك. ايضا انت مرافق ايضا ابنها. ابنها الف مبروك. الله يبارك يعني فيك. يعني فرحه تختلف عن كل الفرحات. لا تقاس لا تقاس. نعم. لا يعني شو بتقول في هذا اليوم؟ ان شاء الله يتمموا على خير ويجعلوا على كل اهل فلسطين بالصحه والعافيه، ويفك اسر الاسرى والشهداء، ندعي لهم بالرحمه والثواب الكبير، وان شاء الله يتمم الرحله على خير. تروح وترجع بالسلامه. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. نشوف الحجه. مساء الخير يا حجي. اهلا. مساء النور. الف مبروك. تسلم. الله يبارك فيك. مبسوطه والوجه منور ما شاء الله يا حجي. الحمد لله. الله يسعدك. شو رايك بهالرحله واليوم؟ احلى شيء بالدنيا هي هاي الرحله ان شاء الله اللي تقربنا لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله يا رب الام الاسلاميه تظل بخير وتظل ان شاء الله مليحه، والشعب الفلسطيني انه الله يحميه ويا ربي ويسلمه من كل سوء. ومبارك يا حجي. الف مبروك. تروح ترجع بالسلامه ان شاء الله ودعواتك. الله يسعدكم. شكرا لك. الان كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ها هاي احلى بوسي. الف مبروك. الله الف مبروك سلف. الله يبارك. يعني فرحه مش زي فرحه حج. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني كيف اليوم استفدتوا من التعليمات والارشادات؟ والله الحمد لله انا رحت عمره 10 مرات يعني. نعم. مش غريب علي، لكن الحمد لله برضو الفائده منيحه، خاصه للي ما راحش عمره ولا مره. كيف يعني كحج جديد يعني؟ والله حج جديد يعني فرحان كثير ومبسوط، لاني لي 5 سنوات بفجر بطلع ليش قرعه، والحمد لله رب العالمين طلع لي هذا العام انا والمره. الف مبروك يا حج. الله يبارك. تروح ترجع بالسلامه. الله يبارك فيك. دعواتكم دائما ان شاء الله رب العالمين لك ولجميع المسلمين ان شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا. مرحبا. حياك الله. الف مبروك. الله يبارك. مبارك ما شاء الله. النور بشع على هالرحله الايمانيه ان شاء الله. الانبساط والسعاده والفرحه تختلف عن كل الفرحات. الحمد لله. والله اكثر يعني فتره فرحنا فيها لما طلع لنا الحج وكان استعدادنا للحج الحمد لله. كيف الاستعداد بالنسبة للأمور واليوم الإرشادات استفدتوا منها؟ كثير والله، أعطونا فكرة يعني قريبة للواقع الحج، والواحد بيقرأ برضه من خلال النت وبعرف المناسك. إن شاء الله رب العالمين يعني بيكون حج ميسر ومننبسط أكثر يعني في نتمنى الحج إن شاء الله. إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. شكرا ويعني. لك. شكرا لك. نشوف كمان. مرحبا. أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مبارك رب العالمين لجميع المسلمين وعقبال عندك وجميع أبناء شعبنا إن شاء الله. كيف استعدادك لهالرحلة اليمنية؟ والله الحمد لله رب العالمين إنه الكل ما قصر، ما خاصة وزارة الأوقاف وسيادة الرئيس وكمان تلفزيون الفجر وكبنا، وهذا له كل الاحترام،
وإن شاء الله ندعو لجميع المسلمين ولشهدائنا وأسرانا ولأقصانا إن شاء الله. إن شاء الله وإحنا راح نكون معكم أول بأول، وألف مبارك على السلف. شكرا جزيلا. مبارك مبارك. طيب نكمل معكم هذه أو هذا الصباح المميز لهذه الرحلة الإيمانية الخاصة اليوم مع انطلاق حجاج بيت الله الحرام في ورشة مسبقة لتعليمات وإرشادات للانطلاق. أول شيء ألف مبروك يا حجي. الله يبارك في عمرك. من وين حضرتك؟ أنا من طول كرم. أهلا وسهلا فيك. يعني كيف الاستعداد لهذه الرحلة يا حجي؟ الحمد لله بفضل من رب العالمين على أكمل وجه، وإن شاء الله ربنا يرجعنا بالسلامة وتكون أمورنا كلها ميسرة. مبسوطة يا حجي؟ الحمد لله كثير. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك يا حجي. الله يبارك. تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك ويديمك. الله يسعدك ويبارك في عمرك. إذا دائما متواصلين معكم مع حجاج بيت الله الحرام، يعني الابتسامة مبينه والفرحة مبينة تختلف يعني عن كل طبعا. أمي بدها تحج يعني هناك، راح نكسب الدعوات الفضيلة في رحاب أقدس بقاع الأرض. نعم. بدها تحج هي وخالي عماد الساعد. نعم. إن شاء الله يروح ويجي بالسلام إن شاء الله، وبتمنى السلام لكل الحجيج وما ينسونا من الدعوات إلنا ولعموم الوطن ولكل الأم العربية إن شاء الله والإسلام. يعني لما سمعت إنه طلع لحج ولحبيبنا وصاحبنا وصديقنا عماد، يعني كيف كانت الفرحة بشكل عام؟ شو مبسوطين جدا، هو كل عيلته مبسوطين، وهناك يعني لما يكون هو الوالدي مبسوط إنه يعني مع أخته، أنا ممكن مبسوط جدا، والدعوات يعني للجميع إن شاء الله. مبارك مبارك. الله يسعدك. شكرا لك. شكرا لك. ألف مبارك. تسلم ورجع بالسلامة إن شاء الله. الله يبارك. تحية لعماد الحج عماد إن شاء الله يروح يرجع بالسلامة كمان. مع أبو علي. مع أبو علي أحلى أبو علي، وتحية له وحج مبروك. ساعة مشكور تجار لنتبور إن شاء الله. نكمل معكم مبارك الحج، نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا. مرحبا. مرحبتين. كيفك؟ شو اخبارك؟ الله يرضى عليك. مبارك. اقبل عندك ان شاء الله. ولا مرشدك تطلع؟ لا عادي ان شاء الله. عادي حج. شو رايك برحلة؟ والله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله سبحانه وتعالى انه من علينا بهذه بعد خدمه في وزاره الاوقاف 20 21 عام. اتفاجئت بتصلوا فيي انت طلع لك حج، فكانت مفاجاه. اسال الله العلي القدير اللي رزقنا اياه يرزقها لكل انسان يتمناها ان شاء الله. امين. اقول لك مبروك. امين. مبروك. الف مبارك. عقبال عند الجميع ان شاء الله. مبارك. الف مبارك. طيب حجي يسعد صباحك والف مبروك. يرضى عليك حبيبي. الله يرضى عليك. ما شاء الله ما شاء الله. الفرحه غامري. ايش اكيد ايش اكيد. كيف استعدادك لهالرحله؟ مش واسع الدنيا، مش عارف شو اعطيك الشعور اللي انا بستنى فيه سنين، اللي بستنى بهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. الله يطعمنا اياه. الله يطعم على كل مشتيخ. امين. مبارك يا حج دعواتي. طيب نشوف ام اسلام. اول شيء يسعد صباحك. دائما متواجد في كل حج، وايضا متابعه الحجاج وتقديم لهم الارشادات والتعليمات، ايضا دوركم كشركه ايضا في هذا الموسم من الحج. اول شيء يعني بنتمنى للي ما حالفوا الحظ في انه يسافر في السنه القادمه ان شاء الله تعالى، وبنتمنى للحجاج حج يعني على أصوله، ويروحوا سالمين ويرجعوا غانمين بإذن الله سبحانه وطعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا دعواتكم إن شاء الله وإرشاداتكم المتواصلة. دعواتنا دائما للي ما راحوا للي معانا موجودين وهم بالحفظ بالصون بعيوننا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. ألف عافية. متواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا دائما في هذا اليوم. تعال يا دكتور جنبي، تعال تعال أحلى دكتور. دكتور يعطيك العافية. الله الله. ومبارك سلف. يعني دكتور يعني رحلة يعني تختلف عن كل الرحل. طبعا. شعور اليوم قبل الذهاب إلى ديار الحجاج. إحنا طالعين في بعثة طبية. نعم. للحجاج لخدمة الحجاج، وإن شاء الله الله بوفقنا، وإحنا مبسوطين كثير في هالحج وإن شاء الله الله بوفقنا. يعني أنت أيضا في بعثة طبية، بعثة طبية أيضا دوركم لكم دور كبير جدا أيضا، لأن هناك أكيد في أمراض كثيرة يتعرض لها الإنسان، والفلسطيني دائما تعلمه بالاستعداد. طبعا في كثير خاصة الحجاج. تقلبات الطقس عندهم راح يصير معهم مشاكل، بحكم انه ممكن يصير معهم تسلخات في الجلد عشان الشوب وشغلات زي هيك، اختلاف الاكل عليهم ممكن يصير معهم تلبكات معويه، ان شاء الله احنا نكون جاهزين لهم. هل من ارشادات معينه دكتور؟ هل من ارشادات معينه للحجاج؟ اهم شيء بالنسبه لحفظ الاكل، بالنسبه لحفظ الاكل يعني ياكلوا من يعني من مناطق محدده، مش من الشوارع، مش من اي شيء، وان شاء الله خير. ان شاء الله بالسلامه دكتور. يعطيكم الف عافيه. اذا دائما معكم مشاهدينا ومتابعينا في هذه الاجواء المميزه، واستعدادا لهذه الرحله الايمانيه هي الاحلى والاجمل في الكون كما وصفها الكثيرون، رحله الى ديار الحجازيه حجاج بيت الله الحرام من ابناء محافظه طول كرم، ورشه لتعليم احكام الحج وادابه وكيفيه اداء مناسك الحج. حج اول شيء الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني يسعد صباحك وهالوجه المنور عشان هالرحله. والله الحمد لله الواحد لازم ينور وجهه. طبعا كيف استعدادكم للرحله؟ والله الحمد لله كل شيء تمام. والله
يعني حج انتم اليوم اخذتوا تعليمات وارشادات انت والحج كيف؟ آه الحمد لله منيح. استفدتوا منها كثير؟ منيحه منيحه منيحه. كيف الواحد بده يعمل كيف بده يحرم ما يحرم هي منيحه. طيب شو بتوجه رساله للحجاج؟ يكونوا طبيعيين نروح هناك يعني ما يذاكوا من شيء، يساعدوا بعضهم خاصه الكبار يساعدوا الصغار عكس يعني. نعم. ويدعو هناك لرب العالمين للاقصى الله يحميه ولفلسطين وللشهداء والايتام وهذول الله يحميهم يعني. مبارك لك يا حاج بنروح وترجع بالسلامه. اكبر عندك شهادة عمك يا عمي. امين يا رب جمعا دعواتكم. الف مبروك يا حاج، يسعد صباحك والف مبروك. الله يبارك بعمرك يا ربي. يعني الضحكه عمري ما شفتها زيك. الحمد لله رب العالمين. هاي يعني رضا من الله سبحانه وتعالى انه الله تقبلني عنده هذا العام باني انال الحج باذنه تعالى. الحمد لله. كيف استعدادك للرحله اليمنيه؟ والله ان شاء الله انها تكون رحله ايمانيه ان شاء الله، انها تكون بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. دعائي الى الله سبحانه وتعالى انه يتقبلني ويتقبل جميع المسلمين ويتقبل اهل فلسطين ويعم الامن والامان في فلسطين ويعم الاستقرار والوحدة الوطنية إن شاء الله. الشعور بيختلف عن أي شعور في الكون؟ أكيد. أنه ركن مهم جدا. جدا، لأنه خصوصا أنا منتظرته من 10 سنوات. 10 سنوات. من 10 سنوات وأنا منتظر هذه اللحظة السعيدة الحلوة إني أحصل عليها. طب شو بتقول لحجاج بيت الله الحرام؟ بحكي لهم إنهم يتحلوا بالصبر، إنه نكون كلياتنا إيد واحدة، إنه ندعو لفلسطين وللمسلمين عامة، وإنه ينسوا كل شيء وبس يكون دعائهم إلى الله سبحانه وتعالى. نتحمل. أكيد 100%. مبروك يا حجي سلام. الله يبارك. روح ترجع بالسلامة إن شاء الله. شكرا لكم. دعواتكم إن شاء الله. شكرا لكم لتلفزيون الفجر الكبير. شكرا لكم. أهلا. إذن مشاهدي متابعينا وصلنا معكم في البث المباشر في المحطة الأخيرة. كل التحية لوزارة الأوقاف اللي دائما ترعى مثل هذه التعليمات والإرشادات المتواصلة في إعطاء التعليمات لحجاج بيت الله الحرام المنطلقين دائما نحو الديار الحجازية. نحن من شاشة تلفزيون الفجر الجديد شكرا لكم. دائما سنكون معكم وبرفقتكم حتى في الديار الحجازية لنطمئن على حجاج بيت الله الحرام. تلفزيون الفجر الجديد مرافق أينما كنتم. مشاهدي متابعينا أشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة. نشكر زملائي من وراء الكاميرا براء عمر في البث المباشر وأيضا على أحمد الجلاد كما تعودنا نقول عنه المعجوك، بالإضافة إلى إسماعيل بلعاوي من البث المباشر وأسرة طاقم تلفزيون الفجر الجديد. هذه تحياتي أنا متصل علاني. مبارك لحجاجنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعودة حجاجنا والاطمئنان عليهم في الديار الحجازية. مبارك.